الرحمن الرحيم، متشكرة دكتور مصطفى. يمكن من أحد أهم المؤشرات الاقتصادية هو النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي. إحنا دايما المؤشر بيطلع 3 شهور بعد نهاية الربع. معايا عرض هنعدي على بعض أهم التطورات، لأنه الحقيقة السنة اللي فاتت أظهرت أنه أول 3 أرباع من السنة كان ليهم شكل، والربع الأخير بعد تنفيذ كتير جدا من الإصلاحات الاقتصادية ابتدى يبقى فيه بوادر تحسن. فأنا عايزة برضو مع حضراتكم نعدي على القطاعات المهمة، وبرضو ده بيدي انطلاق لما هو قادم. لو بس ممكن نحط العرض. تمام. دي المعدلات خلال الـ4 أرباع في سنة العام المالي 23-24. زي ما احنا شايفين احنا قفلنا السنة على 2.4%، والربع الأخير 2.4%. أهم ما ميز هذه السنة حاجتين رئيسيتين: نمرة 1 التوترات الجيوسياسية وأثرها على قناة السويس وبعض الأنشطة، وهنبص عليها حالا، ونمرة 2، وده كان مهم جدا جدا جدا، استعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات انكماشية، سواء كانت سياسات مالية أو سياسات نقدية، وده كان له أثر مهم في عودة استقرار الاقتصاد الكلي. وأيضا بعض، ولكن في نفس الوقت، حوكمة الاستثمارات العامة كان ليها أثر كبير جدا 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 على الناتج المحلي الإجمالي، ولكن هذه الحوكمة مهمة لإفساح المجال للقطاع الخاص، ويمكن زي ما شاهدنا امبارح مع كتير من التوقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية. لو جينا بصينا على قناة السويس، ده القناة في خلال العام، وده الربع الرابع لوحده. خلال العام في انخفاض بتقريبا 30% عن العام السابق، ولو خدنا الربع الرابع فقط 68% انخفاض في نمو قناة السويس، وده طبعا يعتبر من أكبر الآثار على المباشرة طبعا من التوترات في المنطقة على الاقتصاد المصري، وده طبعا بينعكس أيضا على صافي الصادرات، لأن قناة السويس بتخش معنا أيضا في الميزان الخارجي. لو بصينا على قطاع الاستخراجات، وطبعا احنا عايزين نقسم زي ما قلت السنة 3 أرباع والربع الأخير. 3 أرباع الأولانيين قبل قرارات مارس من البنك المركزي، كنا عارفين ان كان في طبعا بعض الآثار السلبية على سداد مستحقات الأجانب، وده كان له انعكاس بشكل كبير جدا على الاستخراجات وتكرير بترول الغاز وخلافه. طبعا وان شاء الله يبقى معالي وزير البترول الاسبوع القادم، عارفه انه عنده عرض هنا مع رئيس الوزراء، هيكلم حضراتكم في الخطط والمساعي اللي تمت حتى الان في سداد هذه المستحقات، وبالتالي مره اخرى زياده الاستثمارات والاستخراجات، وده هيبقى له اثر ايجابي في الربع الجديد للعام، وطبعا في العام الجديد. ولكن ده مرة أخرى، قطاع الاستخراجات ما هوش قطاع صغير، هو بيمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي كان له أثر بشكل مباشر على ما تم في النتائج الربع والعام. الصناعات التحويلية غير البترولية ده برضو من القطاعات المهمة، المساهمة لهذا القطاع تقريبا 15%، وهنا عايز أبين أنه خلال السنة في انخفاض 5%، ولكن الربع الأخير في زيادة، ودي نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأنه الإصلاحات اللي حصلت في مارس، وبرجع مرة أخرى، فتح مجالات وقنوات وجود النقد الأجنبي، وبالتالي عودة الواردات لكتير جدا من الصناعات التحولية، طبعا شفنا تحول إيجابي في الربع الأخير، فدي برضو نقطة مهمة. برضو مع الحكومة الجديدة، التنمية الصناعية بتعتبر من أهم محاور الحقيقة التنسيق ما بين الوزارات كلها. امبارح زي ما دولة رئيس الوزراء ذكر موضوع القطاعات الصناعية مع دول مختلفة، ده بيحصل بشكل مهم، وهنا ده مبين أول بوادر لعودة هذه الأنشطة اللي بتعتبر طبعا أيضا نشاط مهم جدا للعمالة، ونشاط مهم جدا للعلاقات ما بين قطاعات مختلفة. وبرضو معلش أقول لحضراتكم هنا إيه هم القطاعات: الملابس الجاهزة، المنسوجات،
الحاسبات والمنتجات الإلكترونية. فدي برضو لو بنبص على الصناعات التحويلية أي قطاعات، هي دي القطاعات المهمة. والمرة أخرى لما نبص على السويس، في جذبت أكثر من شركات جديدة أيضا في هذه المجالات المختلفة. في بقى يعني زي ما شفنا في انخفاض في بعض القطاعات، في قطاعات أخرى زي ما احنا شايفين كان الناتج بتاعها إيجابي. عندنا قطاعات الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، وطبعا كمان على خلفية إن شاء الله افتتاح المتحف هيبقى فيه جذب أكبر لهذا القطاع الهام. قطاع السياحة بيعتبر مهم لأنه مضاعف العمالة 1 لـ4، كل يعني فرصة عمل مباشرة بيبقى قدامها 4 فرص غير مباشرة. فالتوسع اللي شايفينه في أماكن مختلفة أيضا بيعزز من هذا القطاع. فزي ما احنا شايفين دول الثلاث قطاعات الرئيسيين، قناة السويس، صناعات تحويلية، استخراجات، خلال العام اللي كان فيهم انخفاض، ولكن دون ذلك كان في أداء كويس من ناحية الأنشطة. طيب احنا عايزين نبص على الناتج المحلي من مكون الإنفاق، ودي نقطة مهمة لأن احنا دايما بنقول ان جزء من الإصلاح الاقتصادي كان حوكمة الإنفاق الاستثماري. دي أحد أهم المحاور المهمة وترتيب الأولويات، وأهم شيء في حوكمة الإنفاق الاستثماري هو افتتاح المجال للقطاع الخاص. وزي ما احنا شايفين لو بصينا ده الربع، دي السنة 23-24، هنجد ان الانفاق او الاستثمار انخفض. وعلى خلفية قناة السويس والاستخراجات كان في ايضا انخفاض في الصادرات. ده الحوكمة الانفاق الاستثماري باين بشكل اساسي على النمو الاقتصادي، ولكن مرة اخرى ده كان لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي يعني نقطة هامة وكانت فارقة جدا لعودة الاستثمارات المختلفة مستقبلا. ويمكن عايز أقول حاجة أيضا على موضوع الغاز والبترول. احنا شايفين أنه الجزء الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة فيها زيادة كبيرة، في اهتمام من شركات كبيرة. احنا يمكن من الخطة الاستثمارية زودنا استثمارات في الشبكة، وده لنقل الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة، لما يعني يلبي الطلبات المختلفة سواء كانت في قطاعات الصناعة أو غيرها من القطاعات. ودي خطة حاطينها مرة أخرى بالتنسيق مع جميع الوزارات في الدولة. فإحنا مستمرين في تدابير وسياسات فاعلة لاستقرار الاقتصاد الكلي، ده الأساس. يمكن من خلال أيضا التيسيرات الخاصة بالاستثمار وأيضا المالية العامة، ويمكن زملائي الوزراء في المجموعة الاقتصادية عرضوا الأسبوع الماضي، دي كلها سياسات متكاملة الهدف منها في النهاية إن احنا إزاي نقدر مرة أخرى يبقى النمو الاقتصادي مبني على مساهمة أكبر من القطاع الخاص. في اهتمام، وزي ما دوت رئيس أظهر أنه الحقيقة الكتابات كلها بتقول أن بعض الفجوات التنموية اللي موجودة في الطاقة أو في بعض القطاعات الأخرى بتعتبر فرص استثمارية، وده الحقيقة اللي شغالين عليه بشكل كبير جدا في المجموعة الاقتصادية وغيرها من. فعندنا برضو استثمارات رأس مال بشري، استثمار في التنمية الصناعية، وكل ده لزيادة النمو الاقتصادي المستدام. نقطة مهمة، أهم شيء في اللي احنا بنعمله أن يبقى فيه دايما سردية وطنية عن ما تقوم به أو المؤشرات بتقول لنا إيه. ويمكن دايما بيبقى فيه سيناريو اللي بنسميه بيز لاين أو أساسي، وبيبقى فيه سيناريو لو في أي مخاطر نزولية أو لو في مخاطر إيجابية. إحنا يمكن لأول مرة باللغتين العربية والإنجليزية عندنا تفصيل عن النمو الاقتصادي وعن نتائج الربع وعن نتائج العام، وده هنستمر فيه في جميع المؤشرات وتكون متاحة، لأنه مهم جدا إن حضراتكم يبقى ليكوا اطلاع على التحليل، مش بس إن البيان طلع، بس تحليله
جاي ازاي، وده ان شاء الله مستمرين بيه بشكل دوري. ده كان البيان عربي وانجليزي، وده مهم جدا لانه، وده التقرير برضو عربي وانجليزي، ومهم لانه ما بنقعد مع مؤسسات التصنيف او مع المؤسسات الماليه الاخرى، مهم جدا انه تبقى السرديه سرديه وطنيه منسقه بشكل في تناغم كبير جدا ما بين الوزارات الاقتصاديه المختلفه، وبالتالي لما بيبقى في اي قرار بناخده تبعاته على النمو، تبعاته على الاستثمار بتبقى ايضا مدققه وتبقى منشوره وحضراتكم يبقى ليكم الاطلاع. فده كله موجود على الروابط الالكترونيه للوزاره ومتاحه للمؤسسات المختلفه. يمكن الجزء الثاني استقرار الاقتصاد الكلي هو دايما بنسميه نيسيسري، اساسي، ولكن لازم يبقى متزامن معاه ومعاه اصلاحات هيكليه، لانه الاصلاح عمليه مستمره. التغييرات اللي بتحصل دوليا، التنافسيه الدوليه دايما معناها انه احنا لازم نواكب هذه التغيرات بشكل في سرعه وشكل في مرونه. فاحنا في برنامج وطني للاصلاحات الهيكليه، وعايزه دايما نفتكر ان احنا حطيناهم في ثلاث محاور رئيسيه، والثلاث محاور دول الحقيقه بيعكسوا اولويات الدوله. اول حاجه صمود الاقتصاد الكلي، يمكن زي ما داوت الرئيس قال لازم نبقى مرنين قادرين على الصمود الفتره دي من 2020 للنهارده، اكتر من صدمه خارجيه. ازاي نقدر بشكل سريع جدا ان احنا نواجه هذه التحديات. فاول محور هو تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وعندنا اجراءات هوريها لحضراتكم، اجراءات تمت ونفذت بالفعل، وفي مصفوفه اجراءات قادمه. نمره 2 تعزيز قدره التنافسيه الاقتصاديه وتحسين بيئه الاعمال، اعتقد انه ده ايضا المحور الثاني والرئيسي، خصوصا واحنا بنحاول نجتذب استثمارات، وزي ما قلت كل فجوه تنمويه موجوده بتعتبر فرصه للاستثمار. ونمره 3 دعم التنوع الاقتصادي والتحول الاخضر. مفيش النهارده اي مستثمر هيقدر يجي اي بلد الا اذا كان في يعني المشروعات خضراء بشكل معين، التمويلات الخضراء موجوده، المشروعات ليها استدامه، بيقدر المستثمر يعني يحقق اهداف ليها علاقه بالتحول الاخضر لشركته. فلازم الدوله تكون مستعده بده وقادره انها تقدم وتتيح هذه الفرص. احنا كوزاره بنقوم بصياغه السياسات والاجراءات دي مع وزارات مختلفه ومع جهات وطنيه، وهوري حضراتكم حالا. كمان نقطه هامه جدا، دي كلها اولويات وطنيه، ولكن بنصيغها ايضا مع شركائنا التنمويين، لان بيبقى في تمويلات ميسره بتساعد في دعم الموازنه في تحقيق هذه الاصلاحات ايضا. فده بيبقى له الحقيقه شقين مهمين جدا، اصلاحات مهمه لينا احنا، ولكن في نفس الوقت بنقدر بتكلفه اقل نتيح تمويلات لدعم الموازنة، وده طبعا بيقدر يقلل من علينا تكلفة دعم الموازنة. دي بس مصفوفة بتبين عدد الوزارات والجهات الوطنية اللي مساهمة في هذه الإصلاحات. وقدام حضراتكم لو مشينا محور محور، أهم السياسات والإجراءات في محور تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، هتجدوا حضراتكم مثلا، ويمكن انا شايفه كتير من الزملاء من اللي بيتابعوا يعني اسواق المال والاعمال، فبنلاقي انه استصدار قرار مثلا المتعاملين الرئيسيين، ده كان نقطه مهمه جدا من وزاره الماليه، البرايمري ديلرز، فده بيساعد بشكل اساسي. وهنا موجود الهدف من كل اجراء، وده هيبقى متاح لحضراتكم. التعديلات الخاصه بقانون الماليه الموحد للبرلمان، ده كان احد اهم الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الكلي. السقوف المختلفة اللي موجودة سواء كانت للاستثمار العام أو الانفاق الاستثماري، إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم على هيئات الدولة المختلفة، وده برضو للحياد التنافسي. عندنا تفعيل قانون المالية الموحد، إعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، ودي كانت مهمة جدا، لأن يبقى كل الانفاق اللي موجود مرتبط بمؤشرات أداء، ودي كلها إصلاحات تمت بالفعل. وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة للمشروعات الاستثمارية، ودي نقطة مهمة، وإحنا في وزارة التخطيط في حوكمة شديدة جدا في الاستثمار والإنفاق العام. أيضا يعني تبعات الإصلاح على
الجزء الخاص بشبكات الضمان الأمان الاجتماعي، فكان في زيادة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وأيضا إطلاق ونشر تقرير مرصد الحماية الاجتماعية. كل دي إجراءات مختلفة في المحور الأول. المحور الثاني التنافسية، عندنا من وزارة المالية أكثر من إجراء له علاقة بنظام المشتريات الإلكترونية، استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، إعداد مسودة أولية للإعفاءات المختلفة. لو ببص على وزارة الاستثمار أكثر من إصلاح هيكلي تم تنفيذه له علاقة بالحوافز الجديدة ومعايير المشروعات الاستثمارية في قانون 2017، أيضا البيئة الاستثمارية وتطبيق نظام تراخيص الاستثمار وغيرها من، يعني مش عايزة أعدي عليهم كلهم، بس الحقيقة كل إجراء من ده تم صياغته لأنه كان مطلب من المطالب المختلفة، تقييمه أنه هو هيقدر يزود من قدرتنا على جذب استثمارات وفي نفس الوقت زيادة الناتج المحلي الإجمالي وهكذا. عندنا طبعا إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية. النهاردة احنا بنتكلم على ريادة الأعمال، بنتكلم على إن الشركات الجديدة يبقى عندها IPs أو الجزء الخاص بالملكية الفكرية، فده كان نقطة مهمة جدا. مسودة قانون المنازعات البسيطة راح مجلس النواب، وده كان أيضا مطلب مهم جدا لكتير من المنازعات البسيطة. أيضا إلغاء الإعفاءات الضريبية ورسوم على المؤسسات المملوكة للدولة، وهنا برضو فكرة وثيقة ملكية الدولة، وده كان أحد المعايير اللي موجودة فيها. قانون حماية المنافسة، كتير جدا من الإجراءات الخاصة، كل ده الهدف منه هو زي ما قلت قدرة تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال للدولة. لو هبص بس على المحور الثالث اللي خاص بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، عندنا برضو أكتر من إجراء تم بالفعل. إصدار اللوائح الخاصة بشهادات لدعم إطار العمل الخاص بالقطاع الخاص، دي نقطة مهمة جدا. زي ما قلت لحضراتكم أي مستثمر النهاردة بيأتي إلى دولة بنقدر نتنافس لو عندنا إجراءات بتتيح له فكرة تقييم إزاي هو نفسه بيساهم في خفض الانبعاثات، اعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، ودي تمت من اللجنة العليا للطاقة، المجلس الأعلى للطاقة، فيها أمور هامة جدا. حضراتكم عارفين إن احنا في ديسمبر في يونيو 23 أقرينا إنه 42% هتبقى طاقة جديدة ومتجددة ب 2030، فده زي مرة أخرى بيتيح استثمارات مهمة جدا في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. الإصدار منشور ينظم التوريد المباشر لمصادر الكهرباء بين المنتجين والمستهلكين، البي تو بي، دي الجزء الثالث ده او المجر الثالث ده مهم جدا لانه بيتيح ايضا للقطاع الخاص فكره انه يقدر يتعامل ما بين المستهلك والمنتج بنفسه، فده بيفتح افاق مهمه جدا. عندنا نقطه كفاءه الطاقه، فالاجراء الاول الخطه الحد من الخسائر اللي موجوده في شركات التوزيع، ده إصلاح هيكلي كان ضروري جدا ومهم وكان أحد الأمور المهمة. وطبعا مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب، ده كان برضو يمكن قانون بقاله 9 سنوات، والحقيقة يعني في مجلس الوزراء والدكتور مصطفى كان ورا أنه إحنا ننتهي من هذا القانون لأنه أيضا بيتيح في مرفق مهم جدا برضو وجود القطاع الخاص. حاجات أخرى في تقنين المنشآت الصناعية غير مرخصة وغيرها. طبعا أسواق الكربون، حضراتكم عارفين قد إيه النهاردة موضوع الكربون كريدتس مهم جدا، فالحقيقة الهيئة قدرت إنها هيئة الرقابة المالية في حاجتين، متطلبات السجلات ودي نقطة مهمة، وقواعد الإدراج وإلغاء الكربون، دي برضو بتعتبر من الإجراءات الفاعلة جدا في جذب استثمارات خضراء. توسيع المساحات المخصصة لزراعة القطن ذات الجودة وغيرها من الإجراءات المختلفة. ده بس بعض شركاء التنمية اللي احنا بنتعامل معاهم وبيبقى فيه
تمويلات زي ما قلت لدعم الموازنة مبنية على هذه الإصلاحات المختلفة. طب ايه اللي جاي؟ اللي جاي ان احنا عندنا لو حضراتكم تتذكروا كان في دايما الدوينج بيزنس، ده كان تقرير بيطلع من البنك الدولي. البنك الدولي غير المنهجية، بقى في حاجة اسمها بيزنس ريدي، معايير مختلفة. المعايير دي كلها احنا شغالين معاهم. ليه دي مهمة؟ طبعا حضراتكم عارفين انه بيبقى فيه دايما مسطرة ل يعني المقارنة ما بين الدول المختلفة. فالحقيقة احنا عازمين على انه هنبقى بنشتغل بشكل مؤسسي جدا على الوفاء بالمسوح المختلفة علشان نقدر نبقى يعني في تقرير بيزنس رادي، ودي برضو هتدي مصداقية كبيرة جدا للإجراءات المختلفة اللي الدولة بتقوم بيها. آخر حاجة حضراتكم عارفين ان احنا مع يعني منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ OECD عندنا برنامج قطري. البرنامج القطري ده متقسم على محاور مختلفة، عندنا الحقيقة 5 برامج: ابتكار تحول رقمي، حوكمة، احصاءات، تنمية مستدامة، وايضا نمو اقتصادي. طلع منها اكتر من دي طبعا الجهات المختلفة اللي موجودة معنا في هذا البرنامج وهذه المشاريع، ولكن المهم ان طلع OECD Economic Survey، ده مسح MOB مع الجهات المختلفة والوزارات لتحديد ايضا اصلاحات هيكلية مهمة جدا لزيادة ايضا الاستثمارات. ويمكن الاجراءات المختلفة المقترحة في منها تعزيز آليات نمو وتطوير أو تطور القطاع الخاص، التنافسية، تقليص دور مشاركة الدولة، تحسين وتطوير آليات الحصول على التمويل. فبرضو عندنا مصفوفة جديدة بالإضافة اللي أنا ذكرته اللي كان قبل كده أكثر من 34 إجراء، ومستمرين في سياسات ليها علاقة بالإصلاح الهيكلي. آخر حاجة هختم بيها التمويل من أجل التنمية أو حوكمة الإنفاق الاستثماري. حضراتكم يمكن للي مش عارف احنا الاستثمارات العامة متقسمة عندنا 42% بتروح لمشروعات واستثمارات تنمية بشرية واجتماعية، فده الجزء الأكبر. الجزء الثاني مشروعات واستثمارات تنمية صناعية وبنية أساسية، و20% لمشروعات واستثمارات في المحافظات. دي الخطة اللي موجودة حالياً، وحضراتكم في الفترة الجاية هتشوفوا المؤشرات الخاصة بتنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية، وبادين في الخطة الجديدة ومستمرين في الحوكمة. يمكن في الفترة الجاية احنا يمكن الأسبوع الجاي في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعندنا لقاءات عديدة، بس شغالين مع المؤسسات في حاجة مهمة جدا اسمها تقييم إدارة الاستثمار العام، وأيضا تقييم إدارة الاستثمار العام له علاقة بالمناخ. فالحاجتين دول هيتيحوا لينا برضو فرصة مهمة جدا لتحليل أكتر لهذه الاستثمارات المختلفة. هنا بس عايزة أقول لحضراتكم تطور استثمارات قطاع التنمية البشرية في 10 سنوات اللي فاتوا، وهنا برضو الاستثمارات الموجهة للمحافظات، وطبعا مبادرة حياة كريمة في مراحلها المختلفة ليها أيضا مخصصات لده. لما بنقول حوكمة الاستثمارات العامة عندنا 3 حاجات رئيسية: تخطيط الاستثمارات، تخصيصها، ومتابعة التنفيذ من خلال البرامج والأداء. وآخر حاجة إنه عندنا معادلة تمويلية للمحافظات المختلفة، وهذه المعادلة فيها مؤشرات فقر، مؤشرات تنمية بشرية، عدد سكان في المناطق المختلفة، وطبعا المحافظات الحدودية ليها خصوصية في ده. فيعني بصفة عامة تحديد الاستثمارات ليها منهجية، ولكن الأهم أنه حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص ده اللي مستمرين فيه، لأنها تعتبر أداة رئيسية أو داعم رئيسي في استقرار الاقتصاد كله. يعني يمكن هقف عند هنا وبشكر حضراتكم.